نبدأ النقاش. ومعلش احنا بادئين وساخن كده لان الحقيقة كان في معالجة تفتقر الى اي نوع من الجدية. هنسمع بس تقرير زميلتنا داليا علي عما شهدته محافظات الجمهورية من طقس سيء وسيول جارفة في بعض المناطق. بعد أيام استعاد فيها المصريون طقسا صيفيا معتدلا، كشرت الطبيعة عن أنيابها لتضرب البلاد موجة من الطقس الشديد البرودة. الأمطار الغزيرة التي وصلت حد السيول في بعض المحافظات كانت عنوان طقس الأيام الماضية، وسط توقعات من خبراء الأرصاد الجوية باستمرار هذه الحالة لأيام قادمة. اجتاحت هذه الموجة جميع المحافظات على تباين درجاتها، حيث شهدت محافظات الصعيد وسيناء أمطاراً رعدية وصلت إلى حد السيول، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة، حيث أدت السيول التي تعرضت لها مدينة سانت كاترين إلى انهيار جزء من جبل السدو ووصول مياه الأمطار إلى داخل المدينة، بينما شهدت مدينة الغردقة هبوطاً أرضياً تسبب في إعاقة الحركة المرورية. وتسببت السيول في محافظة سوهاج في انهيار منزلين وانقطاع الاتصالات والكهرباء داخل المحافظة، في الوقت الذي حظيت فيه مدينة أسيوط بالنصيب الأكبر من الخسائر، حيث أدت السيول إلى غرق 15,000 فدان زراعي وانهيار 13 منزلا، فضلا عن توقف حركة الملاحة في العديد من المواني بالمدن الساحلية. ولم تسلم محافظة القاهرة وباقي محافظات الدلتا من هذا الطقس السيء، حيث شهدت سقوط أمطار ثلجية أدت إلى شلل في حركة المرور وغرق العديد من الطرق. حالة طوارئ أعلنتها الحكومة لتجنب المزيد من الخسائر التي تتسبب فيها هذه الموجة القاسية، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن وقوع هذه الخسائر ليس فقط بسبب الطقس، وإنما لتقصير الحكومة في اتخاذ الاستعدادات اللازمة. داليا علي، قناة دريم.